ليش ما توظفتي؟ احنا عايشين بالعراق. لا لا لا، ليش الطاقة السلبية يعني؟ لا لا، بد انه تحصلي لك وظيفة ان شاء الله. طيب انت قبل شوي قلتي لي يعني تحبين الاعلام، ليش ما دخلتي هذا المجال؟ يعني ما تاحت لي الفرصة ورحت ادارة اعمال. طيب هسه لو سمحت لك الفرصة انه تكونين بالاعلام وجدتك فرصة بادارة الاعمال، لمن تتوجهين؟ ادارة اعمال، يعني حبيت للقسم بعد. يلا ان شاء الله كل التوفيق يا رب، تكونين بالحلم اللي تطمحين. ان شاء الله. زين، لو نقول جتك فرصه تتقدمين 10 سنين للمستقبل، تشوفين لو ترجعين للماضي؟ لا اتقدم. شنو حابه تشوفين بالمستقبل؟ تشوفي شنو راح يصير لك؟ ايه يعني ايش. طيب ايش تتوقعين؟ بس اذا ارجع للماضي، يعني اذا ارجع اشوفه، بس ارجع اشوف والدي، يعني توفى. اي صار له 5 سنين. يا رب ان شاء الله جنات الخلد يا رب. يعطيكم الصبر والسلوان يا رب ان شاء الله. يعني هسه لو اختاري لو ترجعين لو تبقى. هو اذا اتقدم يعني الماضي، العفو، للمستقبل، فيعني اشوف انا وين بعد 10 سنين. قلت لي شو اذا ارجع للماضي بس كفضول؟ هيشي. مو كاونتر دين. لا بس كفضول، بس كفضول، كفضول فقط. فقط يعني ما اسرع الاحداث، شنو المنتظرني يعني عادي، بس اذا ما ضقتش بس والدي.